بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأحمر ذلك الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء بركة وبالثاء ثوابا وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء لحة وبالذال زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالسؤال صدقا وبالدار البيع وبالدار كرامة وبالبعض دفن وبالعيان وبالغي غني وبالبعض فلاحا وبالقاف قل وبالت وبالكاف كرامة وبالنام الفا وبالعين موعدة وبالنور نورا وبالوعي ووسنة وبالوعي حداية وباليقين. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم ونفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا وكان في تلاوة القرآن فتن أو مسيان أو تحريف كلمة أو موازنها أو تقديم أو تأخير أو زيادة نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه وغيره ويشك نفسه من أسوء الحال وتعجيل عند تلاوة القرآن أو تسمع سرعة أو زاد اللسان أو في بغير قول وإدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جمع وعداد بغير وتتره أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا وثناء الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر نورسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سدرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاتقنا على التمام وارزقنا أداء من القلب ولسان وحب ولسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأوليائه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. فروردگار عالمین عزت و جلال اللہ رضا یا اللہ ارشی بوسین و قرم حرم اللہ رضا یا اللہ اللہ چون زمر انبیائی نبوت و رسال اللہ رضا یا اللہ نوارا جانشین حرمت پلا رضا یا اللہ نور پر جتن ما قرآن مبین آئے رحمت چکتورا رضا یا اللہ سلسلہ زہر یا اللہ کل حرمت پلا رضا یا اللہ
Aşa sayın amire kafir muhtabayı vilayet kulağını zavet ya Allah. Akavu mürşidi efendi kuda vanda faiz sohbet bettiğimiş ne hidayet kulağını zavet ya Allah. Parvardigar alam ve kuna kan kumina ya kavu mürşid ve fayazdiyem. Hem sefer sohbi rokha kumi şani parvardigar dives bettiğe. Kur'an khani kuda vanda parvardigar alam ve rahmeti rizisna. Kumi darjar kutya bulan kuşu ya Allah. Parvardigar alam kumi fezan e karam ikan aya fezan kuşu ya Allah. Parvardigar alam ay khuda ka kunis kar ki to Allah. Sana zulmullahi vayyidin nebi hatabis ya Allah. Ayna zubi ittifakı cahat ulfatı muhabbeti zikari ve sarvucu ya Allah. Davami zikir tövbe ve zika havi şakar ve nüvelet tofik şerdibis ya Allah. Alem-i insaniyetla hidayet şerdibis ya Allah. Alem-i islamla bir noktayı tarafla rahmet kuşu ya Allah. Ümmet-i Muhammed yala garike mekfiret kuşu ya Allah. Di kuna vanda orsi sülçin ya kavu mürşin na kvarli ruhka kuni. Kuda vanda şani ta fakti müzrat na sadqa na diyal kuni kabul cesi ya Allah. Kuda vanda kuna cakpada ya berkat na hikat na kuda vanda tırki şerdi besi ya Allah. Karubar ve khan kuna kamiyabi na tırki ata besi ya Allah. Berozgar kuna khan ali rozgar ata besi ya Allah. Mulazimat ve khan kuna ya cakpada tırki besi ya Allah. Parvardigar-e gareeb usse bola hai hazar halal kara aur bar kuch ya Allah Parvardigar-e ala hume de Pakistan istiqamat ar se ya Allah afaan Pakistan na ye uta quwwat hazri ata ar se ya Allah ye yut na afaan Pakistan e bin fatul zar pashan hal kuch ya Allah Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allah